هي تعاني من ضعف في النظر كما تلاحظون، وهي تبلغ من العمر 6 سنوات وتدرس في الروضة، ومستواها يعتبر ممتاز، إلا وهي تعاني من مشكلة النظر فقط. طبعا مشكلة النظر حصلت لها منذ الولادة ضعف في النظر، وكثير من الأطباء قالوا إن ضعف في العصب، وضعف في العصب هو السبب الرئيسي الذي سبب ضعف في النظر. وبعض الأطباء قالوا إن حرارة داخلية، والحرارة الداخلية تسبب زيادة في ضعف النظر. والدها أجرى لها كثير من العلاجات في طرابلس وفي مصراتة وفي سبها، ولكن لم تتم الشفاء، والشفاء متاعها على تقارير من الأطباء أن لازم يكون إرسالها إلى الخارج. الطفلة تناشد أهل البر والإحسان، وتناشد وزارة الصحة ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات دولية ومحلية للوقوف معها.